بثبات تمشي بخطى كلها ثقة، الفرحة البادية على وجهها هي حاجز ترفعه تظهره لتخبئ صدى الحوار الذي يدور في داخلها. كيف عرف الهلال الأحمر الإماراتي بمأساتي؟ لماذا تكبدوا عناء القدوم هنا لمساعدتي؟ هل أنا في حلم؟ هل ما زال هناك فعلا من يهتم بمرضي، بدموع الفقير يطرق على بابه ويقول: السلام عليكم، أنا محسن، وكل منايا من هذا الهم أن أنتشرك. السعداء في هذا اليوم عددهم أكثر من العادة بفعل ما قدمه الهلال من أمل لأناس تعثرت بهم السبل في دروب الحياة. نادية الأم، وجعها تعبها صار جزءا من الماضي، وكل الباقي قصة بحروف أخرى، نهاية سعيدة.